صباح الخير. النهاردة اليوم العالمي للألزهايمر، واللي تم اختياره لزيادة الوعي بالمرض ده اللي زاد أعداد المصابين به مؤخرا. بالرغم أنه هو ظاهريا مرض بيصيب كبار السن، إلا أن مؤخرا تم الإعلان أو بقينا نسمع عن إصابة شاب صيني بالمرض، وده اللي بيطرح سؤال: هل الشباب بيصابوا بداء النسيان؟ أنواع الألزهايمر إيه؟ إزاي يبقى فيه وقاية من المرض لو في حاجة اسمها كده؟ دي كلها أسئلة يمكن تطرح النهاردة. أعتقد أسئلة كتيرة يا منة لمرض هام، وأصبح يمكن آفة بتهدد كتير في العصر الحالي تحديدا، محتاجة لإجابة. عشان نجاوب على هذه الأسئلة لابد أن يكون معنا متخصص، وعلشان كده ضفنا الكريم في الفقرة هو الدكتور أنور الإتربي، رئيس قسم النفسية والعصبية سابقا بجامعة عين شمس. ضفنا في الاستوديو. صباح الخير يا دكتور. صباح النور. أهلا وسهلا بك يا دكتور. دكتور، أنا شاكر لك تقديمي، وأنا بشكر التلفزيون المصري على أنه تقدم لكي يناقش مشكلة فقد الذاكرة. نعم. هي الألزهايمر، ده كان اسم العالم اللي اكتشف المرض في مستشفى جامعي، وفي التشريح لأن كل عضو بيرشحه، لأنه هو كان فاقد الذاكرة تماما. نعم. لقوا أن مخه بايظ. مخه بايظ يعني وزنوه، طلع وزنه أقل. الخلايا بتاعته خربانة ما بتشتغلش. فالمرض الألزهايمر مرض قديم جدا، اكتشف من 150 سنة بلا علاج. طيب دكتور، الشباب مؤخرا سمعنا يمكن زي ما قالت منا زميلتي ان اكتشف شاب صيني مصاب بهذا المرض، فهل الزهايمر له سن محدد للإصابة؟ الألزهايمر واحد من 16 نوع من فقد الذاكرة. يعني عندنا مثلا الألزهايمر نفسه لا علاج له، ما فيش علاج له، وهنتكلم على بعد كده على الأدوية الحديثة اللي ظهرت وابتدت تبطأ من مفعول المرض على المريض. الحاجة التانية ان احنا لازم نعرف ان الأكثر الأنواع شيوعا في مصر لفقد الذاكرة او ضعف الذاكرة هو مرض الأوعية الدموية المخية. صحيح. مرض الأوعية المخية الفاسكولار ديمنشيا ده نوع تاني أهم من الألزهايمر. الألزهايمر إذا كان بيحصل في واحد، 19 الباقيين بيكون الأوعية الدموية وكبر السن. دكتور خلينا نعيد الصياغة، مفيش بيبقى مرض أهم من مرض، هو كل مرض عند صاحب المرض هو الأهم على الإطلاق. طبعا. وكل حاجة يعني كل واحد أو كل مصاب بأي داء أيا كان بيشعر بالمرض هو والمحيطين بيه وبيتأثروا بيه بشدة. خلينا نبتدي نتكلم كده عن زمان، ما كناش بنسمع كلمة ألزهايمر قوي، كنا بنسمع أكتر عن تصلب الشرايين، كنا بنسمع أكتر عن كبر السن، ما كناش بنحسبها. وبعدين ابتدى يتقدم الألزهايمر بشكل كرتوني كده أو كاريكاتوري كده، أو في نوع من أنواع المبالغة في الدراما بشكل مختلف، فما بقاش عندنا وعي كامل يعني إيه ألزهايمر، بيحس بإيه مريض الألزهايمر، هو ابنه شايف هو اللي هيحس إيه؟ ابنه هو اللي هيجينا في العيادة وهيقول لنا مش عارف ماما بتنسى. تصور يا دكتور، كلمتني 7 مرات وبعدين زعقت لي قالت لي انت ما بترديش على التليفون ليه، وهي مكلماني 10 مرات. هنا جاء الالتقاء عن طريق احد الرعاه اللي هي امها اللي هي بنتها. لما بنعمل الميم ميم سينية اللي هو اختبار كرتوني لان هو صغير خالص، مينيمنتال ستيت اكزامينيشن، نلاقي العيان عنده فقد للذاكره فعلا. المرض بيبتدي يسحف وبعدين يزيد، يعني بيبتدي سنة 40 لكن يظهر ظهور تام بقى في 60. الظهور التام ما بيبقاش بس ان هو ده النسيان، ده بينسى يروح التواليت، فبيبقى عنده كمان مشكلة تانية، وبعد شوية بيصيبه هياج غير معقول، فتبصي تلاقي محتاج لأدوية مهدئة. العلاج بتاع الألزهايمر لازم تعرفي إن في إشكالية في التشخيص. أولا ما بيجيلناش متشخص، عندنا النوع الثالث مثلا غير الفاسكولار ديمنشيا، عندنا حاجة اسمها مرض الرعاش
مع داء النسيان فرونتو تيمبرال ديمنشيا. فكره الدخول الاعراض في بعضها بحيث انه المحيطين بمريض الالزهايمر خصوصا في المراحل المتاخره دي بتخليهم مختلط عليهم الاعراض، مش عارفين حتى يوصفوا الاعراض اللي بتبقى اصيب بيها المريض للدكتور نفسه. طبعا ده حقيقي، هو بيتشخص في العياده يعني ببساطه كل واحد عنده مرض اسمه الامراض الحركيه زي الشلل الرعاش او الهانتنجتونز كوريا أو انواع كتيره خالص. نعم. بيضاف اليها حاجه مش معروفه، لكن يظهر ان داء النسيان او الديمنشيا بيجي لينا في العياده اكتر مصابين بالاكتئاب لكن عندهم داء النسيان، فبنعالج الاثنين. طيب دكتور، احنا بنتكلم على مرض اكيد ليه مقدمات. ايه حضرتك تحدثت على المقدمات اللي ممكن يشعر بها المحيط بالمريض. ايوه، لكن اسبابه ايه؟ هل الضغوطات النفسيه اللي بيعاني منها الكثير قد تؤدي الى تفاقم الامر للالزهايمر؟ قد تشابه الالزهايمر. الالزهايمر احنا ما بنشخصوش بالبساطه دي، احنا بنعمل له اختبار اولي نعرف ان هو عنده فقد ذاكره. نعم. الاختبار الثاني نعمل له اشعه، أشعة رنين مغناطيسي، نلاقي إن هو مرشق جلطات صغيرة مالتي لاكنر، نعمل له اختبار ثالث. طب هي الجلطات الصغيرة دي ممكن تيجي من يعني فكرة الضغوطات الكتيرة اللي موجودة في الحياة وكثرة التفكير التي تؤدي للجلطات دي، فبالتالي يتفاقم الأمر من ثم لزهايمر. السن نمرة واحد. السن أكبر عدو. نمرة اتنين، العينين بتوعنا بيقاسوا من إهمال العلاج، دي غلطة قاتلة. لما واحد يحس بالدوار أو البرتايجو، الكشف هيظهر داء النسيان اللي هو الألزهايمر، مسمينه إحنا الزهايمر على اسم اللي اكتشفه. لكن الحاجة المهمة ابتداء بقى ظهور المضاعفات بتاعة المرض، اللي هي عدا إنه ينزل من البيت ويتوه، مش عارف يرجع البيت، او ان هو يكون جاله حمى واهمل في علاجها. انفكشنز معاها كتير قوي من الافراد بيبقى عندهم داء النسيان، لازم نعمل لهم حاجه زي اسمها سي ان اس، ونلاقي ان واحد خبطته عربيه ما بقاش يفتكر عنده داء النسيان. الزهايمر عنوان لموضوع كبير جدا وهام جدا، وخصوصا ان هو احنا عندنا كان اربع ادويه كعلاج له، الريفاسيجمين او الدونابزيل. حضرتك بتقول اسامي علميه بتاعه التركيبه بديت ما فيهاش، مش الاسامي التجاريه. دواء معروض في السوق دي الاسم. لا لا، ان اللي بيسمعنا دلوقتي عنده مريض الزهايمر هيتعلق بالقشه اللي حضرتك بتقولها، فاحنا هنشوف البروجرس يعني عشان كده بنشوف حضرتك بتقول ايه. طبعا احنا دلوقتي اكتشفنا ادويه كمان اضافيه، لكن الدونابزيل احنا قلنا جالانتومين ده كلها مش اسماء علميه. نعم. والحقيقه ان ظهر دلوقتي في انجلترا دواء جديد الدونابزيل يعالج الزهايمر ويبطئ تقدمه. في بعض الانواع بتبقى خفيفه جدا ويعيش حياه عاديه، لكن عنده نسيان. ده بيتحدد على حسب مرحلة اكتشافها يا دكتور. إيه؟ ده بيتحدد على حسب مرحلة اكتشافها يعني. طبعا الحاجة بقى اللي مش واضحة زيادة نسبة الأفراد العاديين في الإصابة بداء فقد المعارف اللي هو كوجنيتيف امبيرمنت. دكتور أنا بصحى الصبحية مش عارف أعمل إيه، يا دكتور انا ما بقتش انام مش عارف اعمل ايه. الحقيقه دي اسمها الكوجنيتيف ديسفانكشن. الكوجنيتيف ديسفانكشن معظمها بيجي في سن ال30، ما بيجيش في ال60. عيان الالزهايمر بيجي لنا في ال60، اللي بيجي لنا في ال30 بندرسه نفسيا كمان، لان الحقيقه السايكاتريك ديس اوردرز كلها بتسبب اضطرابات شديده
في الذاكرة، زي مرض القلق، زي الاكتئاب، زي الفصام. فمش الحكاية بسيطة كده، الدكتور له دور كبير، لكن الأبحاث بتكمل المجهود بتاعه، والأدوية الحديثة حديثة. نعم. دكتور، من الشائع ان الناس اللي بتصاب بمرض الألزهايمر بيكونوا من الأشخاص اللي عندهم قدرة على قراءة المواقف، ويعني أذكياء، بيشتغلوا حاجات كلها قائمة على التفكير والكلام ده. البناء النفسي لمريض الألزهايمر اللي بيبتدي مراحله الأولى بيتهز بشدة، لأن هو بيبقى حاسس ان أداؤه وهو لسه في مرحلة الوعي، بيبقى حاسس ان أداؤه مش هو ده اللي هو متعود عليه، فبيبتدي يضطرب وبيصيب المحيطين بيه كمان بالاضطراب. التعامل في المرحلة دي يكون ازاي؟ عادة اللي بيجي لنا هو قريبه، بنته، ابنه، يعني بيجوا لحضرتك في مرحلة ما بعد الإصابة، بعد ما بيكون ماشي شوية، ان هو عنده حاجة. لكن مثلا الفيلم اللي كانوا قدموه على مريض الألزهايمر، جابوا دكتور شهير تاه ما بيعرفش يروح عيادته، فمراته خدته لقوله ان هو عنده ألزهايمر او مبادئ الألزهايمر، اللي هي ضعف شديد في الذاكرة. اللي بيجي لنا في البداية بتاعت المرض طبعا يسهل علاجه عن العيان اللي تمكن منه المرض. فالغرض من السيطرة على الأعراض، الغرض مش العلاج. من العلاج ان احنا عرفنا مثلا ان الكيمياء الدواء ده هو بيحافظ على الأستايل كولين. فالأدوية الجديدة اللي ظهرت مؤخرا بتمنع تكسير الأستايل كولين. فإحنا مريض الألزهايمر عادة ما بيقدرش يكمل وظيفته، شغله. المريض بيحصل له مضاعفات، أرق، غضب، اكتئاب، فقدان ثقة، تبول لا إرادي وخلافه. حضرتك بتقول الأعراض في مراحل مع بعض يعني، ولا حضرتك بتقول الموضوع؟ لا، ده احنا بنتكلم على المرض. لكن هيظهر في أي صورة؟ يا ترى ضعف في القراية، ولا في الكتابة، ولا في التذكر، ولا في القدرات الإنسانية الأخرى زي الانتباه، البروسيسنج اللي هي اتعرف على حاجة، البروسيسنج سبيد، الحاجات دي كلها وظائف مخية. طيب حضرتك يا دكتور، يعني في بداية الحلقة قلت ان هو مرض ليس له علاج. أيوة. انت بتقلل من شدة يعني سرعة تفاقم الامر، فعاوزين نعرف، لكن ملوش علاج، لكن اعتقد الاسباب والمسببات معلومة. هل التغذية جزء من الاصابة بالزهايمر؟ لا 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 لا، لا. المرض ده في جزء منه كبير وراثي، فعلا بيظهر لنا في كذا فرد في الاسرة. في جزء تاني مصاب بمرض الأوعية الدماغية، باسكولار ديمنشيا، ده بيستجيب تماما بسرعة للأدوية بتاعة الألزهايمر. الحاجة الثالثة اللي هو بقى أمراض نادرة، يعني في مرض اسمه نيوروسيفلس مثلا، ده التهاب لكنه بيسبب فقد للوظائف المخية. وظيفة الدكتور إن هو يحدد إيه هو نوع الإصابة وكيفية العلاج، لأنها معقدة جدا. صحيح. لكن الأمل في ارتفاع نسبة الشفاء زادت لما تحول طريقة العلاج، يعني الدونابزيبيل هتلاقيه عند أسر كتيرة جدا، والريفاستيجميل عند أسر تانية، لكن ابتدت تظهر أدوية بدل ما بتشتغل على نقص الأستالكولين أو تكسيره بتشتغل على التاو. الأدوية دي ظهرت في إنجلترا مؤخرا وابتدت تدي أمال في ازدياد نسبة الشفاء. أكيد. أنت قلت لي نقطة مهمة قوي. اتفضل. اللي عيان بيستريح. صحيح. نام ثلاث أرباع اليوم، لكن أنا الحلم بتاعي إن إحنا نبقى دولة زي الدول المتقدمة، وأنا أنشد فخامة الرئيس إن إحنا نهتم بكبار السن. بيت الكبار، بيت الكبار نوادي في منتشرة في إنجلترا بتتولى إن الابن ينزل يروح شغله، وهي ميلز اون ويلز تعد عليه الوجبات ويأكلها، يفتحوا لهم نادي يقوم يخلوهم يلعبوا كوتشينة ويتسلوا بألعاب مسلية مش صعبة. دار الكبار
حلم جميل عندي، واتمنى ان هو يكون نبتة تكبر عن طريق البرنامج بتاعنا. صحيح، ويمكن احنا بنشوف اهتمام شخصي من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بكبار السن بشكل مستمر من خلال دعم الفئات الاولى بالرعايه وكبار السن، ويعني ازاي حقوقهم بيكون حريص على ان هي توصل لهم اسرع من اي فئه موجوده في المجتمع. واعتقد دعوه حضرتك برضو او هذه المبادره برضو مبادره تضع في عين الاعتبار. بنشكر حضرتك الدكتور انور الاتربي رئيس قسم النفسيه والعصبيه السابق بجامعه عين شمس، شكرا لجودك معنا.